عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا كل بيسمعنا. حل وإنتاج مشافاة صفحة 31 في اللغة العربية سنة تانية متوسط. وظف عنوان الخطاب في جملة من إنشائك تضمن توجيها إلى الاعتزاز بالوطن. ممكن نقول: لا تدع أي مطاردة لظلال الماضي تمنعك من الاعتزاز بوطنك، ففيه حكايات الأجداد وإنجازات الحاضر وأحلام المستقبل. أو نقول: طائرة حربية ذات سرعة فائقة تتخذ لمطاردة طائرات العدو المهاجم أو وحداته برا أو بحرا. دي أو دي: لا تدع أي مطاردة لظلال الماضي تمنعك من الاعتزاز بوطنك، ففيه حكايات الأجداد وإنجازات الحاضر وأحلام المستقبل. أو نقول: طائرة حربية ذات سرعة فائقة تتخذ لمطاردة طائرات العدو المهاجم أو وحداته برا أو بحرا. شكرا جزيلا، إلى اللقاء.